وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ صلاح الجنيبي المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا أستاذ صلاح في نشرة الثامنة. وبداية، لا شك بأن الإمارات تتبع سياسة خارجية متزنة وحكيمة، وتسعى لإقامة علاقات وتحالفات وشراكات استراتيجية مع غالبية دول العالم. هل ممكن أن تحدثنا أكثر بهذا الخصوص؟ نعم، تحياتي لكم وللمستمعين. حتما، طبعا لا شك نحن نعيش أجواء البهجة والفرح، وحيث يعني نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وأخوانه الحكام بمناسبة اليوم الوطني، والذي حقيقة يعني نحن نود أن نشير أن يعني 200 يوم تحديدا يعني واكبت فترة يعني القيادة عند صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والذي يعني استكمل المسيرة ورسم الملامح وجسدها حقيقة بما يتلائم مع تطلعات وآمال الشعوب. النهج الدبلوماسية والقوة الناعمة الإماراتية اليوم يعني لعبت دورا كبيرا، عززت من الحضور الدولي الفاعل للإمارات، رسخت نهجا أصيلا في سياستها الخارجية القائمة على تنويع العلاقات مثل ما ذكرتم في تقريركم، أسهمت في دفع جهود حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. المقترحات والزيارات التي يعني قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، التي شهدت العديد من مذكرات تفاهم وعقد اتفاقات عززت من التعاون الثنائي بين الإمارات والعديد من الدول في كافة المجالات، يعني إذا ذكرنا تحديدا 9 زيارات خارجية منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا، سيشيل، مصر، اليونان، سلطنة عمان، صربيا، روسيا، البحرين وإندونيسيا. العديد من هذه الزيارات شهدت استقبال العديد من القادة والرؤساء العرب والأجانب كذلك في أبوظبي، يعني تبادلوا العديد من وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أسفرت يعني هذه يعني السياسة الحكيمة المتزنة، ونحن نسميها طبعا الدبلوماسية الاقتصادية عنوانها، حينما أطلقت الإمارات نحو 50 رؤية 50 سنة المقبلة، وهي مرتكزة حقيقة على بناء الإنسان لبناء الأوطان. يعني التسامح هو نهج نعيشه ونعايشه وندعو إليه، وواصلت سياستها ورسالتها الإنسانية الحضارية عبر تلك العناوين. البرامج والمشاريع الإغاثية أخذت نصيبا كبيرا حقيقة من هذه السياسة الإغاثية والإنسانية، التي تخفف من معاناة تلك المجتمعات التي تعرضت لأزمات أو كوارث أو غيرها. نحن يعني نشاهد اليوم العالم مشتعل بالحروب، ولكن الناس تريد الأمن والسلام والاستقرار، وهي الدبلوماسية المنشودة حقيقة والتي يعني تقوم عليها رؤية الدولة. يعني كما يعني نشاهد أن يعني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أولى أهمية خاصة لهذه المشاريع داخليا وخارجيا، يعني سعية للجهود الرامية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا. القرن الأفريقي كان مليء بالتصادمات حقيقة، لا ننسى نحن الصلح التاريخي بين أريتريا وأثيوبيا، السعي لاستقرار وقف النار في التيغراي، في منطقة التيغراي، والعديد غيرها من هذه الأشياء. المشاهد أن الرؤية المستقبلية لتخفيف انبعاثات غاز الكربون، كوب 28 التي ستستضيف العاصمة أبوظبي، والتي سبقت له في مصر في شرم الشيخ، كذلك يعني دعوة إلى المجتمع الدولي للتقليل من الانبعاثات الكربونية. نعم، من أبوظبي الأستاذ صلاح الجنيبي المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.